ربنا موجود. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. اختار داود عبده، أخذه من حظائر الغنم، من خلف المرضعات جاء به ليرعى بني يعقوب شعبه، بني إسرائيل ميراثه، فرعاهم حسب قلبه وبيد ماهرة قادهم. هللويا. الإنجيل المقدس، فصل من إنجيلي معلمنا مريم البشير بركاته على جميعنا. وسأله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه قائلا: يا معلم، أية وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع قائلا: ماذا تظنون في المسيح ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح ربان قائلا: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فإن كان داود يدعوه ربان، فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة، ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد أن يسأله البتة.